أعزائي مشاهدي، يلا كورة في كل مكان. معانا النهاردة نجم كبير، قول زي ما أنت عايز تقول عليه، مهاري، حريف، شويط. معانا النهاردة عمرو بركات، نجم نادي الجونة. هسيب فترة الأهلي دي مؤقتا وأروح ليك بقى لفترة أفضل توهجا لعمرو بركات في السعودية، نادي الشباب. تقييمك إيه للفترة دي؟ هي دي احسن فتره ليا، ده يعني طبعا انا طلعت اعرى من الاهلي، دي احسن فتره ليا، يعني دي احسن حاجه استفدتها من النادي الاهلي، اللي هي الاعرى بتاعت الشباب السعودي. رحت هناك مع مدرب يعني معدي حته ان هو بيحبني، ده تحس ان هو مقتنع بيا بطريقه مش طبيعيه، وقعد معانا وهو لوحدنا كده في اول ما وصلت من المطار، وقال لي انت هتعمل كذا وهتعمل كذا وهتلعب في الحته كذا وهتعمل كذا. القعدة دي بس يعني فاهم، وطريقة كلامه معايا، لعبت كل الماتشات من ساعة ما رحت لحد ما فنشت كلها 90 دقيقة، مكنتش بطلع من الملعب. فكنت مبسوط جدا بالفترة دي الصراحة، يعني عملت علاقات كويسة جدا هناك مع ناس كتير، بس طبعا أنا كنت أتمنى إن أنا كنت أكمل بعد العرمة خلصت إن أنا أكمل هناك، بس طبعا كان في شوية مشاكل حصلت. بعد كده بقى رحت رجعت على الأهلي، وبعد كده رحت سموحة. ايه بالظبط. اللي حصل في سموحة؟ رغم بقى انا اخد من كلامك اللي فات ان فرج عام رئيس نادي سموحة السابق كان متمسك بيك جدا وعايزك انت بالتحديد، ليه الدنيا ما مشيتش كويس جوه سموحة ان الناس متمسكة بيك؟ دخلت بقى انت بقى اتصدمت بكابتن حسام حسن لسه داخل النادي. فكابتن حسام حسن معروف طبعا بطريقته في التعامل مع اللعيبة، بس فمش كل حد برضو يعني، هو طريقته صعبة جدا في التعامل، وحتى اللعيبة الكبيرة اللي ليها أسامي كلها في سموحة ساعتها مشيت كلها، كنت أنا وباسم مرسي ساعتها ومحمد حمدي زكي وكان أبو جبل ساعتها موجود لعيبة كتير، مشاكل 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 مشاكل، بس أنا كنت عارف فاهم، أنا مش بتاع نادي سموحة، فعشان كده لما لقيت الدنيا فيها مشاكل لا قمت راجع النادي بتاعي. توقعت اللي هيحصل لك ده في سموحة؟ لا طبعا انا ما كنتش عارف اصلا كابتن حسام حسن، انا لو اعرف ان هو كان ماسك الفرقه ما كنتش رحت. ليه؟ لا لا، اصل انا عارف الكابتن حسام وطريقته. يعني هسيب الموقف الصعب، هرجع بيك برضو لفترة المقصة، أفضل فترات بقى عمرو بركات واللي عرفت الناس كلها بعمرو بركات. إيه اللي حصل معاك في المقصة؟ ممكن أنت انتقصته في مكان تاني أو في فترة تألقك؟ التعامل النفسي رقم واحد، بقى تيجي بقى تتكلم فنيا بقى تلاقي يعني انا برضو شهادتي مجروحة في الكابتن ايهاب يعني، يعني هو طبعا فنيا حاجة الناس كلها عارفة هو ايه فنيا، وعارفة ان هو بيشتغل على نفسه والكلام ده كله، فكان بيبقى عنده فكر وعنده حاجة عايز يعملها في الملعب، وكان بيلاقي العناصر اللي تشتغل وتنفذ اللي هو بيقول عليه، بس والحمد لله الواحد لحد ما يعني كان بينفذ الكلام اللي بيتقال له، عشان كده ظهر بأحسن مستوى.